اهلا بيك يا ابتسام، جيت في وقتك، اتفضلي. الله يكرمك يا رب. معلش يا شيخ، والله انا اسفه جدا، انا عايزه بس اطلب منك الاول الامان. الامان اه افك. طيب اديتك الامان. ماشي. بص حضرتك، انا كنت سمعت فتوى من حضرتك بان في ست فاكر اللي كانت مشلوله وقالت ان انا مطلعه من زوجي وكنت عايزه يعني ارجع له تاني واحتفظ بالمعاش بتاع والدي، فاكر؟ حصل. فحضرتك اجازت لها انها ممكن تعمل كده هوت. انا تعمل لما ايه؟ سمعت الفتوى ديت قعدت افكر وكده، فجت اتعادت تاني نفس الفتوى، ها فقعدت افكر دي هتفتح باب مشكله كبيره قوي ها هتبقى بعد كده حضرتك. بس معلش يعني ايه، فتح عقلك معايا بس لدرجه هفتح تفكيري. حاضر. انا شايفه ان الموضوع كده هيبقى واسع قوي، انا ليا علاقه بالفقراء وبتعامل معاهم الزبائن يعني. الزبائن بقوا ملمضين يا ابتسام والله. نعم.